خلي التفاح، ايه مواصفات خلي التفاح وليه بحبه وايه الوقت الامثل لاستخدامه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو ده ان شاء الله. يلا بينا يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. من اكتر الحاجات اللي انا بحبها شخصيا شخصيا خلي التفاح العضوي اللي انا اكلمكم عنه بالتفصيل. بداية كان نبدأ، أنا طه الشاعر وهنا قناة هيلثاوي. القناة هنا مهتمة بكل ما يخص الصحة، الصحة النفسية البدنية الجنسية، كمان المنشطات والهرمونات والمكملات الغذائية ومنتجات البشرة والشعر. يسعدنا ويشرفنا انضمامكم للقناة وتفعيل الجرس كمان واللايك. طيب، خلي التفاح، مواصفات خلي التفاح الأصلي العضوي إيه هي؟ أول حاجة يكون مكتوب عليه أورجانيك، لازم يكون مكتوب عليه أورجانيك، لازم. تاني حاجه يكون مكتوب عليه وز مزر. معنى كلمه وز مزر ان هو بيحتوي على حاجه اسمها البري بايوتيك، بري بايوتيك، ودي اللي بتتغذى عليها البكتيريا النافعه. فالجهاز الهضمي سبحان الله فيه نوعين من البكتيريا، بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. البكتيريا النافعه لما بتزيد بتقلل من عمليه الانتفاخات والغازات ومشاكل القولون، فلازم يكون مكتوب عليه وذ مذر. اوكي، ثالث حاجه يكون تركيز الاسيتيك اسيد فيه اللي هو الماده الفعاله داخل خلي التفاح 5%، يعني يكون مخفف، يكون مخفف. رابع حاجه لما يستخدمه انا شخصيا اخففه كمان بالميه، اخففه كمان بالميه. يعني انا دايما بنصح اي حد يجي يستخدم خلي التفاح يجيب معلقه من خلي التفاح العضوي اللي مكتوب عليه وذ مذر، وحط المعلقه دي في كوبايه ميه، يعني اللي هي كوبايه ميه يعني مثلا 100 ملي او 200 ملي ميه، ما فيش مشكله خالص. كوبايه ميه الكبيره دي احط معلقه خلي تفاح واحط عليها نصف ليمونه طازه، وده يكون الصباح على معده خاليه، ويكون قبل الوجبات الرئيسيه. يعني ده افضل وقتين انا بستخدمهم فيه، بحب اني استخدمهم فيه. طيب ليه بحبه؟ اول حاجه بحبه عشان بيقلل او يمنع الغازات والانتفاخات بصوره مهوله. تاني حاجة ان هو بيحسن كمان البشرة. ايه ده؟ ايه دخل خلي تفاح وبتشوه البشرة؟ خلي تفاح لما انت بتشوه بينظف الكبد تماما، وكمان بيحسن الكبد على افراز مادة اسمها الجلوتاثيون. الجلوتاثيون دي اقوى مادة مضادة للاكسدة موجودة داخل الجسم. المادة دي لما بيزيد الافراز بتاعها ما تلاقيش البشرة فيها تصبغات، فيها علامات تعبيرية، فيها علامات تقدم في السن. فالمادة دي جدا ممتازة للبشرة، لذلك البشرة انعكاس عن الجهاز الهضمي الداخلي. ان شاء الله لما هنيجي نتكلم عن منتجات البشرة والشعر والحاجات الخاصة بالبشرة هنا في القناة، هقول لكم ان اي منتج خارجي نستخدمه لازم يكون معاه حاجة داخلية او نظام لايف ستايل داخلي يحسن من البشرة والشعر. تالت حاجة وليه بحبه؟ عشان التسمم الغذائي. يعني قبل كده حصل، كنا في فندق ونازلين، ومعظم الناس اللي في الفندق اتصابت بتسمم غذائي، حتى زوجتي اتصابت تسمم غذائي، معناها يبقى في مشاكل كترجيع، كإسهال، مشاكل في الجهاز الهضمي. انا الحمد لله ما اتصبتش تماما، ولما قعدت افكر في الموضوع طب انا عملت ايه قبل الاكل، انا كنت استخدمت خلي تفاح عضوي ومع كوباية مية ونصف ليمونة قبل الوجبة مباشرة، فده بيقضي على البكتيريا اللي موجودة في الأكل. فأنا أنصح أي حد خلي التفاح ده يكون معاه في أي مكان، يستخدمه في أي مكان. فتسمم غذائي جدا ممتاز، ودي عليها أبحاث إن شاء الله، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. مشاكل القولون، القولون دايما يبقى عنده مشكلتين، يا إما إمساك يا إما إسهال يا إما غازات وانتفاخات، فبيبقى في مشاكل دايما، في لخبطه في القولون. اي حد عنده مشاكل في القولون انا انصحه يستخدم خلي التفاح الصبح على معده فاضيه وقبل الوجبه الاساسيه بتاعته زي ما احنا قلنا. الارتجاع، انا كنت دايما بعاني من ارتجاع، حس الاكل بيوصل لغايه هنا، ارتجاع في المري. فاستخدم شفت فيديوهات وعملت ابحاث عن خلي التفاح، لقيت ان خلي التفاح جدا ممتاز في موضوع الجاستروسيفجيال ريفلكس او الارتجاع، فبدات ان انا استخدمه. وكمان استخدمت معاه الميلاتونين. الميلاتونين ده مكمل غذائي بيتباع في الصيدليات هنا في السعوديه، وكمان بيتباع اونلاين على اي هيرب وامازون واي باي. فلقيت موضوع الارتجاع ده اختفى بنسبه 98% بدون انتي اسيدز، بدون الحاجات اللي تنتهي بعيله زول كلها، اوميبرازول وايسوميبرازول وبانتوبرازول والحاجات دي. فاي حد عنده ارتجاع، اي حد عنده حموضه، انا انصحه يستخدم خلي التفاح، ولكن زي ما احنا قلنا يكون عضوي، يكون مخفف، الاسيديتي بتاعته 5%، وانا كمان بخففه في ميه واستخدمه قبل الاكل.
بيساعد كمان على تنزيل الوزن. خلي التفاح من الحاجات جدا جدا ممتازه، وانا بنصح فيها اي حد يتابع معايا في اي نظام دايت، سواء نظام دايت 6 وجبات، سواء في نظام دايت صيام متقطع، سواء في نظام دايت كيتو، اي نظام دايت انا دايما بنصحه بخلي التفاح العضوي. خلي التفاح العضوي بيعمل حاجتين مهمين جدا 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 ما بيعملهمش اي حاجه تانية: بيقلل مقاومه الانسولين بصوره مهوله. مقاومه الانسولين اللي هو اي حد يجي لي وبقى عنده زياده في الوزن منطقه البطن والجوانب او اسفل الظهر، فدي تدل على انه عنده مقاومه انسولين عاليه، فبنصحه دايما ان هو يستخدم خلي التفاح العضوي. تاني حاجه ان هو بيزود البيزل ميتابوليك ريت. بيزل ميتابوليك ريت اللي هو عمليه الايض داخل الجسم، فمده بقاء الاكل في الجهاز الهضمي لما انا بستخدم خلي التفاح بتقل، فلما تقل البيزل ميتابوليك ريت بيزيد، فلما بيزيد كمان الغازات والانتفاخات والحاجات اللي زي دي كلها بنلاقيها اختفت، وكمان الوزن بدا ينزل. طيب اشهر الاسئله احنا نقول، قلنا برضو الوقت الامثل لاستخدامه الصباح على مدى خليه، ده لازم اتس ماست، وقبل الوجبه الرئيسيه لو باكل وجبه او وجبتين رئيسيين افضل ان انا استخدمه قبلها بخمس دقائق على كوبايه ميه ومعلقه، واحط عليها نصف ليمونه قبل الوجبه مباشره، وبفضل بعديها ان احنا ندخل مصدر مصدر البوتاسيوم او الخضره الحقيقه اللي لونها اللي فيها اللي لونها اخضر، فلفل اخضر، سلطه خضراء، اي حاجه فيها حرف الخاء تستخدم الاول، وبعدين ادخل مصدر البروتين بتاعي. ده في اي نظام غذائي انا بفضل موضوع خلي التفاح. طيب اشهر الاسئله: عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، انا عندي حموضه، انا عندي قرحه معده، ازاي تقول لي تاخد خلي تفاح؟ يا اخوانا الله يبارك لكم افهموا بس، خلي التفاح اللي انا بقول عليه خلي تفاح عضوي، مش في البقاله ده اللي بيتباع ب 2 ريال و 3 ريال، لا التاني بيبقى غالي، بيوصل 30 و40 و50 ريال. خلي يكون عضوي، العضو ده بيكون مخفف بنسبه 5%، انا كمان بخففه تاني في 200 ملي ميه، فحته ان انت ينزل حمض على معدتك وانت اصلا عندك بتاتا مفيش اي مشكله، جربوه بس. خلي التفاح العضوي المكتوب عليه وز مزر يكون مخفف، ده اصلا بيعالج قرحه المعده، ده بيعالج الحموضه بتاعه المعده، ده بيعالج الارتجاع اللي في المريء اللي بيجي. ده الاجابه على السؤال ده. استخدامه بالشاليمو، بصوا موضوع الشاليمو ان انا استخدمه هو بيأثر على الاسنان وكده، هو كده كده مخفف و5% وانا بخففه فهو التأثير على الاسنان شبه لا يكون موجود، ولكن لو عايزين نستخدمه شاليمو استخدموا شاليمو عادي. استخدامه للشعر، في بعض الناس لو عندها مشاكل في الشعر او عنده مشاكل قشره او تساقط شعر يستخدم وبيخفف في ميه في 500 ملي ميه وبشطب بيه الشعر، فيعني دي انا ما وجدتش عليها ابحاث، ولكن لو حد عايز يعملها يعملها ويجربها ما فيش مشكلة. استخدامه للاختسال من السحر والمس والكلام ده، بصوا هو انا شفت فيديوهات على الموضوع ده وشفت ناس مشايخ بتقول ان هي مجرب يعني في الموضوع، الناس عندهم مس عاشق او سحر، وانا مهتم بالموضوع ده وعندي فضول في العلم ده، ولكن ما اعرفش يعني، لو حد جربه يا ريت يقول لنا. مع الحامل والمرضى، انا حامل والمرضى ينفع استخدم خلي التفاح؟ طبعا ينفع، ما فيش اي مشكله خالص، ما فيش اي تعارض، بس زي ما قلنا اورجانيك وويز ومزر. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واقول لكم 100 100 عسليه على كل الهلسويه، وما تنسوش الاشتراك في القناه ودعم القناه. الى اللقاء.